لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعيذ به ونستهديه ونسترحمه ونستغفره. الحمد لله القائل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليك يا علم الهدى، صلى الله على محمد القائل: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وصدق رسوله الكريم حين قال: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وصدق رسوله الكريم حين قال فيما أخرجه البخاري: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فقد قتله. إخوتي وأخواتي، لعل بعضكم قد أثارت به الخطبة الماضية بعد الأفكار أو بعض الآراء، ولكن لا بأس في ذلك، فهذا المنبر ووقوفي به هنا هي مسؤولية كبرى، فأنا مضطر في بعض الأحيان أن أعمل إصبعي في الجرح لكي أزيل منه ما ران عليه، لأن الجرح لا يلتئم ولا يطيب إلا بإزالة تلك الأنسجة الميتة عليه. الخطبة الماضية كان دوري فيها وصف، كما قلت لكم أصف أمرا أثر بي وأثر فيكم، أنطلق فيه من كوني واحدا منكم كالطبيب عندما يأتي إليه المريض ولديه أعراض، ولكن المريض لا يدري أن لديه مرضا، فماذا يفعل الطبيب؟ الطبيب يجب أن يخلص لله وأن يخبر هذا الإنسان أن لديه من الأعراض ما يدل على مرض ما، ولو كان هذا المريض لا يعي ذلك، ولو كان هذا المريض لا يدري بأعراض هذا المرض. ثم يأخذ الطبيب في التشخيص، وبعد أن يصل إلى التشخيص الصحيح يستطيع أن يصف العلاج الصحيح. لن أطيل عليكم لأن هذا الحديث لو طال سوف يأخذ ساعات طوال، ولكنني سوف أحاول الاختصار قدر ما استطيع. بالنسبة لمن لم يكن هنا، تحدثنا عن ظاهرة أنا أراها وكثير يوافقني أنها ظاهرة غير صحية، وهي أن المسلمون أن المسلمين اعتادوا في الفترة الأخيرة أن يكيلوا السباب لبعضهم بعضا، ويكيلوا الشتم لبعضهم بعضا، ويقذف بعضهم بعضا، ولكن الأمر الأخطر أن علماء الأمة الذين يعتمد عليهم والناس تقلدهم أخذوا أيضا بهذا الأسلوب، فنرى هذا العالم الكبير يكيل النقد الجارح لعالم كبير مثله، وهذا يا إخوتي له تأثير عظيم على علينا نحن الذين نتبع هؤلاء العلماء. إذا كنت ترى قدوتك العالم الكبير
يتكلم بهذا الأسلوب السيء، فكيف حال عوام الأمة؟ فكيف حالنا مع أسرتنا؟ فكيف حالنا مع أولادنا؟ مع إخواننا؟ هذا أمر له تبعات خطيرة. وسأضرب لكم مثلا واحدا. مرة من المرات كنا مسافرون أنا وعمي إلى منطقة أخرى هنا في السويد، فأخبرنا أحد الإخوة أن أخا سوف يصعد معنا في السيارة، فقلنا مرحبا. فدخل إلى السيارة شاب مسلم جديد من بلد بعيدة من بلاد الشمال، فسلمنا عليه وجلس معنا في السيارة، هو لا يعرفنا. ثم في الطريق وضعنا شريطا نستمع فيه للطارق خالق، للشيخ الدكتور طارق سويدان، يعني هذا كان موجود وضعناه. فنطق هذا الشاب الحديث العهد بالإسلام وقال: من هذا الذي يتكلم؟ هل هو من علماء؟ إذن لا يجوز أن تسمعوا له. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف نستطيع أن نصل إلى التفكير الذي وصل إليه هذا الشاب وهو حديث أحد بإسلام؟ المهم نحن أخذنا بأمور بساطة وأخذنا نتحادث معه حتى نفهم طريقة تفكيره. وفي النهاية عندما ناقشناه أخذ يبكي، قال: ارأفوا بحالي يا مسلمون، ارأفوا بحالي، أنا جئت للإسلام لوحدي، لم يدلني أحد على الإسلام، أنا بحثت عن الإسلام في الإنترنت وأسلمت، فالتقتني في فئة، هذه الفئة أخذت تحشي رأسي بأفكار غريبة كادت أن تضيع لي تفكيري، ثم أنقذتني منها فئة أخرى، ولكن هذه الفئة الأخرى أيضا أخذت تعطيه أفكارا أخرى غير أفكار تلك الفئة، مما أدى لهذا الرجل. هذا حديث عهد بإسلام، لماذا ندخله في أمور ليست له فيها، يعني لن يستفيد منها في عمله في حياته اليومية أبدا، إنما تسبب له التشتت وتسبب له. والكثير أقول لكم أن هناك الكثير من ترك الإسلام بسبب هذه المشاكل، ممن دخلوا حديثا بالإسلام. هذه هي المشكلة، أنا عرضت المشكلة، والآن دوري كطبيب أن أحاول أن أفكر لماذا يحدث هذا الأمر. ولقد بحثت في الإنترنت واستمعت لشيوخ من مذاهب مختلفة حتى أريد أن أفهم لماذا يتكلم الناس أو العلماء بهذه الطريقة، لأن العلماء هم خيرة الأمة. فوجدت منها مقطعا للدكتور الداعية طارق الحبيب، دكتور طبيب نفسي مشهور في السعودية، يتحدث فيها عن ظاهرة السب والشتم، وتكلم فيها عن سيكولوجية نفسية هذا الإنسان ولماذا يتحول الإنسان بهذه الطريقة ويفكر بهذه الطريقة. وهذا أمر مهم لنا، فإذا لم نعطي الأسباب لن نستطيع أن نعطي العلاج. فقال هذا الطبيب أنه هناك أسباب متعددة سوف أعرضها بسرعة الآن، منها أن المرء تربى في مجتمع هكذا عاداته، مجتمع كله الأب يسب الابن والابن يسب أمام الأب، فنشأ هذا المرء من نشأته تعلم هذا الأسلوب، هذا أحد الأسباب. الأسلوب الثاني، الأسباب الثاني أن هناك كثير من بحكم حال الأمة المكتئب الآن يتأثر الإنسان نفسيا، الإنسان حزين على حال أمته ويريد أن يعبر عن حقه لهذه الأوضاع الأليمة التي تمر بها الأمة، فيعبر عن ذلك عن طريقة ما يسمى بالإسقاط، فهو يسقط المشاعر المؤلمة التي في قلبه على غيره، هو يعاني، هو بذاته يعاني ولكنه يسقطها على غيره. سبب آخر يتعلق بالعامة، العامة تسب إما غيبة أو حسدا أو ضيق عين، ولكن العلماء يأتيهم التلبيس بأسلوب آخر، فالعالم يظن أنه إنما يفعل ذلك من أجل العلم، يقول هذا الجرح والتعديل.
ولكن علماء الجرح والتعديل كما أوردنا وكما ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس قال كانوا إذا أرادوا أن يجرحوا يجرحون الجميع حتى شيخهم، يعني ليس فقط غير شيخي هو على خطأ، إن كان شيخه ضعيف فيقول وكان شيخنا يحدثنا وفي هذا ضعف، هذا هو العدل. أما أن يكون الحسد، والحسد هو مرض شديد ومرض صعب ويصيب العلماء أيضا، هذا الحسد يؤدي بالإنسان أنه عندما يرى عالما آخر قد نبغ وأصبح أعلم منه، سبحان الله الشيطان يا أخي قريب بالإنسان يدخل به، يجب أن يكون إنسان حذر يعلم لماذا يقول ويدرس نفسه قبل أن ينطق أي كلمة، فلعله يكون هذا الحسد منطلقا لأن ينتقد الطرف الآخر. يا أخي كما قلنا لكم الانتقاد لا بأس به، ولكن انتقد الفكرة وليس الشخص، يعني يجتمعون في الاتجاه المعاكس وهذا يهاجم هذا وهذا يهاجم هذا، والناس هي لا تحب هذا البرنامج هذا الأسلوب ولكنها تتابعه بشدة ولذلك هو يستمر، ويتم فيه دائما أنه هذا يسعى لإهانة الشخص الذي أمامه بشكل أو بآخر، أو أن يرد ذاك يهينه فهذا يرد عليه، والأفضل لو كان أنه هذا يعرض أفكاره وهذا يعرض أفكاره والناس تحكم أيها أقرب لما قاله الله ولما قال رسوله. إذن هذه أسباب متعددة، ومنها أيضا هذا سبب أنا رأيته، بعض العلماء يا إخوتي والله أعلم يقول هذا الكلام لأنه يخاف ممن يستمع إليه، فهو لديه رأي آخر ولكنه يعلم أنه لو قال رأيه أمام الجماهير التي تسمعه فسوف يقومون عليه، ولذلك فهو يضطر أن يجاري من أجل أن لا يثير فتنة ولا يقول رأيه الحقيقي، فهذا أمر خطير، أمر خطير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء العلماء، طبعا لأن ليس كل العلماء، ولكنها في يعني أنا دهشت عندما دخلت على الإنترنت وشاهدت علماء كبار وهذا يكيل لهذا وهذا يكيل لهذا من أجل أمور أنا لم أرها، يعني لم أرها أمور تستاهل أن تخرج الرجل من الملة لأنه قال برأي هو موجود لم يأتي به من عند أبيه، هذا موجود في الكتب موجود في الأحاديث، هذا ليس رأيا قطعي. المهم يا إخوتي حتى أختصر الذي أريده أو أوصله إليكم هو موضوع التقنية، فالعلماء الله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله سوف يصل إلى ذلك الفهم وذلك الوعي الذي يعلمون به أن قولهم هذا يؤثر على الملايين ويؤثر على حياة الملايين، فيجب عليهم أن يحذروا حتى لو كان كلاما صحيحا، لكن في بعض الأحيان الكلام الصحيح لا يقال لأنه يؤدي إلى مشاكل بتأثيره على أفكار الناس. فالذي وجدته أن المرض الذي أصاب الأمة مرجعه بشكل جزئي إلى أمر اسمه التقليد. ما هو التقليد؟ التقليد أن تتبع مثلا تتبع عالم معين في أحكام التي تلزمك في الحياة العملية، هذا هو التقليد. لو عدنا إلى البداية كان الأصل في كل مسلم أن يكون مجتهدا، هذا هو الأصل، إنما التقليد كان هو جاء في الفترات الأخيرة بحكم أن الناس عجزت عن الاطلاع على أصول الدين وعلى الأحكام وعلى الآيات والنصوص وقدرتها على فهمها ودراستها واستنباط حكم شرعي منها، فالمشكلة أتت عندما بدأ التقليد، لأن الأمة عندما أوقفت الاجتهاد تراجعت وأصبح حالها ما نراه، ولو استمر الاجتهاد قائما لما أصبح حالنا هذا، حتى أن العلماء قالوا أن يعني بعض العلماء قالوا أنه لا يجوز التقليد، يعني في رسالة كاملة للإمام الشوكاني عن موضوع التقليد،
وحتى أن العلماء قالوا، اسمعوا ماذا قالوا العلماء. يقول مالك، اسمعوا ماذا يقول مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، كل ما يوافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. هذا مالك يقول هذا. واسمعوا ماذا يقول أحمد، قال: لا تقلدني. اسمع ماذا يقول أحمد، إمام أحمد بن حنبل: لا تقلدني ولا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وقال أيضا إمام أحمد: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. هذا ما أخرجه البيهقي، وأخرج البيهقي وابن عبد البر عن حذيفة بن اليمان أنه قيل له في قوله تعالى، اسمعوا هذه الآية قيلت في الكفار، ولكن العلماء استنبطوا منها أيضا أنها تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يسعى أن يكون مجتهدا. اسمعوا، قال أنه قيل في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: كانوا يعبدونهم؟ فقال: لا، كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. طبعا نحن لا نقارن المسلمين بالكفار، ولكن الآلية واحدة. عندما أفكر بنفس طريقة تفكير الكفار، لماذا تفعل هذا الأمر؟ فعله آبائي، فيضطرني ذلك أن أحيانا أن أرتكب من البدع وأن أقوم من الخرافات من الشيء الكثير. عن الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال: إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعى للخير، والناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الآن السؤال: ماذا نفعل؟ أن نحن لسنا مجتهدين، ماذا نفعل؟ نحن نقلد، طبعا نقلد، ولكن لا يمنعنا الآن بحكم توفر وسائل البحث أن نبحث في الحكم الشرعي عن الدليل. يا أخي ما في مشكلة عندما يقول العالم الحكم الشرعي هو كذا، فليقل ما هو الدليل. الدليل ما هو؟ هل هو الحديث الفلاني؟ هل هو إجماع العلماء؟ هل هو قياس؟ هل هو آية قرآنية؟ هذا أمر مهم جدا. وبالتالي يعني أقل ما يمكن للإنسان العادي الآن، جميعنا الحمد لله متعلمون، أن نطلع على الحكم مع أدلته، وهذا أمر يعني ليس بالصعب. ولكن كما قلت لكم، كان الأجدى والأولى بكل رجل أن يكون مجتهدا. طبعا ليس مجتهد مطلق، وإنما مجتهد على القدر، هناك أنواع ودرجات للمجتهدين، سوف إن شاء الله نتابعها في الخطب المقبلة. أهنئكم بأن الحمد لله إخوتكم في هوسبي قد اختاروا إدارة جديدة، الحمد لله رب العالمين الذي وفقهم لذلك. وأيضا إن شاء الله اليوم سوف يصلون الجمعة أيضا خارج المسجد، ولكن إن شاء الله سوف يفتح المسجد قريبا. نشكر الله العظيم على ذلك، ونشكر لأولئك الإخوة الذين قاموا بهذه المهمة من أجل تصحيح مسار إدارة المسجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.